اليوم والدتي انجلطت فجبناها للمستشفى. هي مجلوطه. شو تقول لي الدكتوره؟ تقول لي بيها حاله نفسيه. خذوها وروح. انجلطت بيها حاله نفسيه؟ والله العظيم مجلوطه. تقول لي بيها حاله نفسيه. واخذتها ورحت. قلت لها حولين لغير مستشفى. تقول لي ما اقدر. خذها وروح ليرموك. هي مجلوطه. مكان ما نقدر مكان تنام بيها السعوديه والله ما لقينا. رحنا شيكنا ما ادري شنو. تقول لي عينها بيها حاله نفسيه. كل شيء ما بيها. خذها وروح. من رحنا وديناها دكتور اخصائي. قبل حالها لابن البيطار وثاني يوم سوى لها العمليه وهنا يقول لي بيها حاله نفسيه هسه روح شوها تكرم بس بزازين تفتر بيها نعم وشكرا اما ظلت على الطريق هذا الطريق احنا مو نربط زين. شوف هذا الطريق الصاير بيه يجون النواب كل ما ناخذ حصته وظل الطريق زين هذا الطريق من انا دق بالحصوه ظل حفريات وظل ما حد بحاله وعندنا ثلاث نواب ثلاثتهم يا هل يجي المشروع النائب فلان اخذ حصه وعلى وجهه وثلاثتهم شوف هسه الطريق وهاي المجارس اللي منا عليها بعد صارها قديمه يعني مو هسه بجديد هسه اطلع وشوف اليوميه يعني. حادثه هسه ملت قرده سلو عارفين على قبل احسن شنو مجبيه مدارس ابو غريب المدارس أي؟ والله هسه عفوا المدارس هسه سولفنا على الطريق اللي نمشي بيه المدارس راحت انهجمت يا طريق هذا الطريق مال ابو غريب ايش فيه هذا الطريق كله حفره صفاحه منا ومنا زين باقوا سبويس وضلينا لا طريق سوونا على اساس توسعه وجزره وسطيه لا جزره وسطيه ولا توسعه والنوابنا كل ما ناخذ حصته وعلى وجهك ويعفون روحهم هم يا هم كل ما راح ذاك اليوم طلع واحد من النواب قال راح اسوي لكم كورنيش ابو غريب وين بخور نابات كورنيش ابو غريب صار مشروع كله خيسه ذاك وين والمشاريع سلم عليهن شكو واحد حكوا عليهن ولا واحد صار هذول النواب ابو غريب الاربعه ولا واحد شافهم بس بوقت الانتخابات تشيتون علينا هم نواب ابو غريب اربعتهم اذا هسه حاليا على ابو غريب طلال الزوبعي واحد استاذ كريم ابو سوده القيسي وسنان لهيبي اي هم هذول يعني على ابو غريب مو هسه ابو غريب يعني كل واحد ماخذ منطقه يعني عندك استاذ كريم ابو سوده من الشهداء لحد الحصوه الرجال اشتغل الرجال نائب كريم ابو سوده اشتغل الرجال استاذ كريم ابو سوده اشتغل بين شغله يعني بالبركه بس احنا ما نحكي على البقيه يجوز ما مو قصوش مو من عندهم بس بالنسبه لطلع يعني ليش كريم ابو سوده بين شغله والبقيه ما بين شغلهم احنا هاي اللي نريده ومن ناحيه الخدمات بلديه ابو غريب وغير بلديه ابو غريب يعني بلديه تحت الصفر خدماتها تحت الصفر اتمنى هسه تاخذ كاميرتك وتشوفها قدام مسكت بلديه ابو غريب ما لها دور ماكو اي دور ما لها حتى ما نشوفهم هسه ابسط شيء يعني هاي كاميرتك تعال هاي هنا مسافه شوف الوسخ والخيس هذا مدخل السوق مال ابو غريب هذا مدخل الله عليك هاي المدخل مال السوق منه كله خيسه وما اعرف شنو جلاك الله على هذا اللفظ اللي حكيته زين يعني رسالتي لمحمد الشيعي السودان بين يجي يشوف منطقه ابو غريب منكوبه بين قوسين منكوبه او بالاخص هاي المناطق عندك منطقه الدور ومنطقه الناحيه وحد اذار لا خدمات لا مجاري لا تبليط لا اي شيء ابو غريب مدينه كامله يعني كل شيء ما بيها من خدمات كل شيء ما بيها تحت الصفر يعني لا بلديه لا من اعمار لا من مثل يقول يعني فد شغله يعني يد عامل يعني يشتغل بها شيء شو عمال ابو غريب يعني شباب ابو غريب احسن ما يبقى قاعد يشوف له شغله يفتحون مصنع يفتحون فد شغله يعني مثل يقول شبابنا يطلع يشتغلون ليش يمنى ويسرى ويضيع مثل اكثر الشباب اذا يشتغلون ببغداد ماكو لا بلديه لا غير مقام ماكو اي شيء هسه اتمنى يعني هذا الشوارع هاي الشارع مال ابو غريب هاي هسه قدام المستشفى اتمنى تروح تشوف خيسه منظر زين اللي يجي المستشفى وهاي المنتزع عندك هاي المنتزع بصفك بس تكرم اجلك الله شلاب تفتر بيها زين هاي المنتزع مال ابو غريب يعني المفروض تروح اناره مريض يطلع يشوف شيء حلو قدامه تنفتح نفسيته صح مو يطب الخيسه وظل ما اجلك الله على هذه الكلمه اللي اقولها بالمنتزع زين يعني يعني خدمات تحت الصفر زين يعني ما اعرف يعني النايمين شعدهم وعدهم ما نعرف زين بس احنا نقول يعني هاي كلها ذمه بركبتكم يعني انتوا مصر ما تقدر عليه اطلع منه اطيل غيرك جوز غيرك يشتغل زين احنا نتمنى مساعدتنا توصل لهم ما لا اكثر ولا اقل توصل زين احنا ما عندنا اي شيء وياهم وكل احترام لك صح